خليني اقول لك عن اكثر اللعيبه اللي سجلت هاتريك بعد السن الثلاثين. لايك فولو بسم الله نبدا. رقم 5 الهداف البولندي روبرتو ليفاندوسكي. قدر ليفاندوسكي بعد سن 30 يسجل 3 هاتريك. رقم 4 الحكومه كريم بنزيما. قدر الحكومه كريم بنزيما بعد سن 30 يسجل 5 هاتريك. ورقم 3 العضاد لويس سواريز. قدر سواريز بعد سن 30 يسجل ايضا 5 هاتريك. رقم 2 البولغا ليونيل اندريس ميسي. قدر ميسي بعد سن 30 يسجل 6 هاتريك. رقم 1 الاسطوره دون كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا كبير وفنشال بعد سن 30 قدر يسجل 35 هاتريك. يا عظمتك الدون كريستيانو رونالدو، انت اثبتت انه العمر مجرد رقم والله العظيم.